وصفات طبية قديمة الله أعلم بمدى صحتها، كتب إسحاق بن عمران إلى بعض إخوانه في إبريل: لا تأكل شيئا من الأصول التي تنبت في الأرض، ولا الفجل، وفي مايه يعني مايو لا تأكل رأس شيء من الحيوان، وفي يونيه تشرب الماء البارد بعدما تطبخه وتبرده على الريق، وفي يوليه تجنب الوطن، وفي أغشت يعني أغسطس لا تأكل الحيتان يعني السمك، وفي سبتمبر تشرب اللبن البقري، وفي أكتوبر لا تأكل الكراسة نيئا ولا مطبوخة، وفي ديجمبر يعني ديسمبر لا تأكل الأرانب. وقال الحجاج بن يوسف للبازون طبيبه: صف لي صفة آخذ بها في نفسي ولا أعدوها. قال له: لا تتزوج من النساء إلا شابة، ولا تأكل من اللحم إلا فتية، ولا تأكله حتى تنعم طبخة، ولا تشرب دواء إلا من علة، ولا تأكل من الفاكهة إلا نضيجها، ولا تأكل طعاما إلا إذا أجدت مضغة،